اليوم سؤال جوابا على سؤالكم القراءات حول قرار او الرساله التي بعث بها رئيس الحكومه الاسبانيه جلاله الملك والتي تم الافصاح عن المضامين لها من خلال بلاغ الديوان الملكي. اولا اقول انه هذه الرسالة تؤكد العزلة التي يعاني منها نظام الكبرانات بالجزائر بعد العزلة العربية، خاصة بعد إلغاء انعقاد الجامعة العربية أو المؤتمر تاع الجامعة العربية بالجزائر واعتماد الخريطة المغرب كخريطة أساسية كاملة لا منقوصة من الصحراء، وهو ما يعد ضربة أخرى للمؤامرات الجزائرية التي هدفها سميتو ضرب الوحدة الترابية للمغرب. اليوم المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وذلك أن مجموعة ديال الانتكاسات اللي عرفتها الدبلوماسية الجزائرية، كان أولها اعتراف حكومة أو الرئيس تربي سيادة المغرب على صحرائه، ثاني أنه مجموعة من الدول أخرى سحبت الاعتراف بالكيان الوهمي، عودة المغرب إلى الساحة الإفريقية وإلى المنتظم الإفريقي عبر الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي، وهو ضربات متعددة للنظام الجزائري يؤكد العزلة سميتو. بالرجوع إلى قرار إسبانيا أو أن إسبانيا اعترفت بأن المقترح المغربي اللي قدموه في 2007 كتمتيع الأقاليم الصحراوية بجزء من الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فإسبانيا يمكن اليوم اللي كانت تتناشد العداء وتدعم المرتزقة، وعرفنا حكاية تاعت أن إسبانيا كانت تتلعب بالورقتين، إلا أن المغرب في خطاب جلالة الملك أكد أنه لا مجال لي اللعب بالورقتين، إما معايا إما ضد، يعني الوضوح في العلاقات الدبلوماسية. اليوم يمكن إسبانيا وكذلك الحكومة الإسبانية فهمت الرسالة الملكية، وبعد الأزمة الكبيرة اللي كانت بين المغرب وسميتو بين إسبانيا، اللي عرفتها إعلاق الحدود بين المغرب وإسبانيا، اللي عرفت تعليق أو سعد السفير المغربي سفيرة المغرب بإسبانيا، يعني المغرب كان عنده مواقف كبيرة وبين انه على العلو ديالو في الدبلوماسيه، انه كلشي تيقول لك شكون هو المغرب اللي وقف ضد اسبانيا، ولكن اليوم الدبلوماسيه المغربيه اللي تيقودها صاحب الجلاله بينات اننا نحن على حق ونطالب بحقنا في صحرائنا، حنا ما تطالبوش بالسياده كما قال صاحب الصحراء مغربيه والسياده المغرب على صحراء كامله ليست منقوصه. اليوم اللي باقي بيستغل هذا الملف الصحراء المغربيه باش يبتز المغرب ما بقاش هذا الوقيته اللي يبتز المغرب، اما الوضوء في العلاقات الدبلوماسيه. تشوفوا ان اسبانيا اليوم برسالتها ان اقرت انه المقترح المغربي اللي قدمه المغرب للجمعيه الامم المتحده والجمعيه الامميه المتعلق بان الصحراء بالاقاليم السيادات المغرب على الاقاليم الصحراويه في اطار الحكم الذاتي فهو مقترح الاكثر جديه واكثر نجاعه. الرجوع الى اليوم تشوف ان الجزائر الرجوع الى اليوم ان الجزائر حاولت ان تعمق الجرح بين او تستغل واحد الخلاف اللي كان بين الجزائر بين المغرب واسبانيا والمانيا وغيرها من الدول. اليوم الجزائر ستعيش الويلات، وهو ما يؤكد ما اقول، لان الجزائر دائما ظلت تتغنى انها ليست طرف في قضيه الصحراء المغربيه. اليوم بعد ان تم استدعاؤها وذكرها 5 مرات في التقرير الاممي المتعلق بان الجزائر يجب ان تجلس الى طاوله المفاوضات مع المغرب، يعني ان الجزائر فهي طرف اساسي وهذا اعتراف ديني من الامم المتحده. ثاني ان ما يضر الجزائر في الرساله التي قدمها المغرب الى او قدمتها اسبانيا الى المغرب، ما يضر الجزائر، ما يضرهم انهم طرف اساسي ويتبنوا وهما من شوف نقول لك واحد القضيه وهذه كله يعرف البوليزاريو الحقيقيه فهي الجزائر. ما بقاوش نهضروا ان الجزائر اعطى هي البوليزاريو، اما هذاك هي كيانات اشباح، هي مرتزقه جايبينهم من مالي جايبينهم. النظام الجزائري او النظام الكبرانات يبحث عن تعجيج الوضعيه مع المغرب وكذلك افتعال ازمات مع المغرب كي يداري فشله الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي داخل الجزائر. الجزائر اليوم فهي الطرف الحقيقي، ورد فعلها الان حول رساله رئيس الحكومه الاسبانيه فهو رساله تؤكد ان الجزائر العدو الاول للمغرب والذي يريد ان يقسم البلد رغم اليد المفتوحه والممدوده التي مفاتيح جلاله الملك محمد السادس ومدة للنظام الجزائري، الا اننا نعرف ونوقن ان الجزائر فهي نظام عدو للمغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.